محمد رمضان وش خير طبعا، ومحمد سامي وش خير، وربنا سبحانه وتعالى هو وش الخير الاكبر. كل حاجه هتيجي في وقتها باذن الله. باذن الله هو في مشروع كده ان شاء الله انا بحضر له باذن الله، بس لسه يعني لسه ما رستش، يعني في مشروع كده بس لسه ما مرسناش. ان شاء الله الاثنين باذن الله. لا هو طبيعي اي فيلم جديد بينزل بيخطف له كام يوم كده، لكن مع ذلك ايرادات زنزانه 7 ما تاثرتش، يعني ثابته على فكره. يعني 50% بس لسه بادئه، فان شاء الله يعني هو اوريدي عامل ايرادات كويسه بالنسبه لتكلفته برضو. ما هو تكلفة زنزانة 7 مش كبيرة قوي يعني، انت فاهم. مسلسل لؤلؤ بعمل فيه دور طارق نصار رجل اعمال، ده اللي انا اقدر اقول عليه في المسلسل، وان شاء الله يعجبكم باذن الله.